أعود بكم لنحكي حكاية هذا الشباب الرائع، الشباب الذي يحب الفيسبوك ولكن يحب وطنه أكثر. يسعدني أن يلتحق بي أيضا نونو، ولا نقول عليه لابوانت، ولا شو نقولوا كما تحب أستاذ. ربي يخليك. ربي يحفظك. نونو مرحبا بك، أنت أيضا من الأوائل من الناس الأولى تاع ناس الخير. من الأعضاء اللي انضموا من تما النداء الأول تاع ناس الخير، اللي لبوا النداء الأول تاع ناس الخير. وراك معاهم و الحمد لله لحد الان رانا واقفين. في لاباج في الصفحه تاع فيسبوك نتاعك مسمي روحك علي لابوينت. نعم. علاه من جا علي لابوينت؟ علي لابوينت هادي هو يعني شخصيه طوريه اللي انا متاثر بها بزاف، وزيد زاد تبع لي زاد امبوزا اكثر خويا منير تاع الانجليز ناس الخير لندن. لي زاد منير حكوا لي هذا الكلمه هنا وراح ولا عنده مدير؟ منير سعيدون هو يعني عايش في الانجليز، انسان وطني يحب البلاد، هو اللي راه واقفين معنا هما كما يقول كتافنا يعني ربي يخليهم. واخونا مومو هو مومو زعيم اللي راه معنا، هو اللي امبوزا لي هذا الاسم تاع علي لابوانت. علي لابوانت علي لابوانت. واش كاتب في الصفحه نتاعك علي لابوانت متزوج معه؟ قولوا خلينا نعرف كاع الفضايح اللي راك دايرها في فيسبوك. لا حاسبها من بعد. لكن زوج شاهدين يا استاذ، تحب البلاد هنا؟ اه كثير من كثير نسمعوا نونو هكذا. نعم نسمعوا نونو بلي 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 هاد لي جون مانيش عارف ما يحبوش بلادهم مليح، ولا اخي تسمعوا الهضره هذه ولا ماهيش جديده علي انا؟ ماهيش جديده انا، لان اللي تشوفوني غلط حبسوني انا ما عنديش حتى مشكل. يعني ماهيش جديده للاسف. شو قاعده لي ماتش تاع شغل جون الجيريا يحب يروح ليترونجي ما يحبش بلاده لدرجه انه قريب منها يخدمها في ليترونجي ما يخدمهاش في الجزائر. ولكن علاقتكم بالبلاد تحبوا البلاد تحبوا؟ هادي لا نقاش فيها كيما يقول لك، كيما يقولوا تزيد معانا تنوض بالغريزه. عجبني انا هكذا شاب صغير اللي ممكن ما كنتش لقيته من قبل، لكن كنت لقيت بك دير صورة لي لابوينت وكاتب وتلبس انا قشابيه ثاني درتها مونتاج قشابيه ودايرها مونتاج مع لي لابوينت. انت نونو تقني في الاعلام الالي. طيب نرجعوا لانه انت ايضا على لي لابوينت ربي يرحمه ويرحم جميع الشهداء تاعنا، ساهموا يعني ساهموا في في في, في تحرير البلد في هذه اللحظه اللي انا فيها احنا دوكا هنايا. ايه كراس هما اللي هاي ودوك انتوما كيفاش واش ديروا هذه البلاد؟ بديتوا بناس الخير احنا حملنا الشعله كما يقول لك الشعله تاع جدادنا، ان شاء الله بلادنا تقعد توجور هكذا وتطلع بالعقل بالعقل بولادها بولادها و... ان شاء الله نكملوا نتكلموا على الناس الخير. نعم تفضل. وينكم حابين تروحوا بناس الخير الان نونو مادام انت هذا ولد؟ نعم وينكم حابين تروحوا بها الان؟ ناس الخير احنا ماذا بينا يعني تقيس كاع الفئات تاع المجتمع في بلادنا في الجزائر، كبير صغير كسوسوا عائله طفله طفل شاب انسان كبير. احنا ما عندناش شغل فئه محدوده نخدموا معاها، ولا احنا ماذا بينا تكون يعني على مستوى التراب الوطني كاع اللي كانوا في ولايه، وكي نشوفوا هكذا يعني ما ماشي اسم ناس الخير ولا كل واحد عمل تطوعي يكون بالاراده تاعو الشخص هذاك يحب وتكون نيه باش يدير الحاجه هذيك صافي بليزير يا اخو. كي تشوف هكذا يعني البذره انت تغرسها وتنبت في كاع نواحي تاع التراب الوطني. انا قلت لكم قبيل الحديث عن الرسول عليه الصلاه والسلام، من سن سنه حسنه فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامه. ان شاء الله. قلت لي كلام انا اخي احنا درنا اتفاق مع ناس الخير الشباب هذو انهم رغم صعب شويه هما قبل الحوار ومتفاوضين بشكل جيد، فتفاوضوا معي على اساس انه الحوار يكون صريح وتقولوا فيه واش حبيت. طيب انا ساكون اكثر صراحه منكم. قلت لي انه ما حابينش انه يتم استغلالكم او الاستغلال او تروحوا لجهات اخرى والاهدافكم الاهداف تاع الجمعيه لاغراض يعني معينه ولا اغراض شخصيه. قول واش حبيت انا قول اغراض سياسيه قول لا قول سمي انا ما نحبوش انا حابينها تريح في الاخر في ميم برانسيب اللي بدات به يعني المبدا اللي بدات به ناس الخير تكمل به واللي هي النيه الروح العائليه للاخوه بين الاعضاء الاحترام المتبادل العمل التطوعي لي بلوز امبورطون سي شغل العمل التطوعي هو البينيفول تقعد بينيفول الناس الخير تقعد شغل هذا شغل سيتي سامبول تقعد توجر هو مجموعه من شباب جزائري اجتمعوا على فعل الخير ما عندهم ني توجهات سياسيه يعني عندهم توجه واحد هو فعل الخير لي شغل ما عندنا حتى اغراض وان شاء الله ما ناش حابين ننولوا ني جمعيه معتمده ني
اللي نخدموا مع جهة على جهة. احنا ماذا بينا نقعدوا الناس الخير سيتان قرب تاع بينيفون الجيريان وانا حابين نوصلوا بالناس الخير تقعد ناس الخير. معلش انا عندي سؤال سؤال ما تعتقدوش انه لو كنت تبقاو هكذا قد تتوه ايضا ولو كان تروح مثلا الجمعية او شيء هذا يجعل منها مؤسسة اقدر يحافظ عليها اكثر؟ سؤال سؤال إيمان خلي إيمان يلا نسمع صوت النساء الوحيد. إحنا خممنا في هذه النقطة بزاف خممنا لها باسكو مع المعلو في البداية كانت عندنا صعوبات دائما عندنا مشكلة تاع لوتوريزاسيون تاع الترخيص العمل التطوعي العمل التنظيف شاطئ دائما عندنا هذه المشاكل خممنا لها يعني رجعوها جمعية معتمدة رسمية عندها أوراق تاع خممنا في الشباب تاعنا كيفاش يخمم قلنا الشباب تاعنا علاش جا ناس الخير وكي جا علاش عجبو الحال وكي عجبو الحال علاش قال ما لازم دائما نحضر شي با لو كادر ما كاش لو كادر ما كاش ان شاف الكل سواسيه حبيت تقترح فكره تفضل حبيت تشارك باي حاجه تفضل حبيت تنظم مع المنظمين راك منظم هان واش حاب تزيد على كلام احنا ما حبيناش تكون يعني هذا رئيس وهذا مدير هادي وهذا مدير فرع كدا وهذا مدير كدا حبينا ترياح بروتوكول ما سحقوش البروتوكول حنا البروتوكول تاعنا سي هو كاع لي مومبر يشاركوا لي يجي اليوم يبروبوزي حاجه اللحظه هذيك اللي يدخل فيها مرحبا به اون سول فوا كليك يدخل لاباج ياكسيدي لاباج تاعنا يشوف تما لي زيفانمون يقتنع هي القناعه اللي لازم تكون يعني لازم يجي حاجه لازم يكون الانسان مقتنع كي يشوف يدخل مرحبا به يعني اللي جا احنا كما يقول لك نديروا البوسيبل تاعنا باش ننتجريوه لو جروب صح معليش سؤال الان تفضل انا مهمتي نسال بديتوا بربعه خمسه سته 180 انت اللي قلت لي انه قسمت 180 تيشيرت لي بريمير جور وي بريمير جور احنا خدمنا 3 فوا وحنا نخدموا في لي تيشيرت اشاك فوا نخدموا 200 تسمى البريمير الاول تاع البلو داي بعد مورا زادوا خدموا لي تيشيرت اكبر رقم جاكم في في في, في عمليتكم شحال البلو داي أول عملية. يو. 200 هكذاك 200 220. لا حبيت ما دام توما ما باغيش الكادر الإطار التنظيمي هاربين منه. على على لسان إيمان أنه الشباب ما يحبش الإطار التنظيمي. وثانيك. ما تخافوش تكبر. حنا هذيك هي الآخر. كم عندكم 6000 في لاباج فيسبوك. أنا عملت لاباج برسك 6000 فان. ما خايفينش من بعد تفقدوا السيطره عليها ولا ولا هذا لا يهمكم احنا اللي صادمين احنا عندنا رانا اجور مع فيسبوك باش اسمحوا لي احنا رانا اجور مع فيسبوك تقدر تما تكونترولي لي جون تما اللي يدخلوا في لاباج عندنا 5 ولا 6 ادمين هما اللي يستكلفوا بلي بوبليكاسيون بلي زيفينمون هما يبوبليو كي تكون حاجه في سكايب ما يطرحوها كل شيء تكتب كل شيء تنوطا باش حابين تبقاو هكذا باش تبقى هكذا ان شاء الله حابين نبقاو باللي جان الجيريا عنده الدروا يهضر عنده الدروا يديسيدي ما كان حتى واحد يديسيدي في بلاستيك كاع يمدوا رايهم احنا ما حبيناش نولوا اسوسياسيون شي بوكو فلوس باش ما نليميتيوش زعما